مثل ما عم بتشوفوا للمرة الثالثة والرابعة، بس للمرة الأخيرة لا سراج لا الرابط ولا أمينكم العام اللي بيتجرأ يجي يحط هيدي الصورة، اللي بيتجرأ يرجع يجي على دوار عيطات ويحط هيدي الصورة أنا واقف حواليها. إلى العافية، نتمنى منكم الدعم، كل التحيات للمشاهدين وللمتابعين. كما تشاهدون صور الدكتور السيد القائد والإمام الخميني وأمين العام على أراضي عيطات يمنع ينحطوا ليطلع أمينكم العام يصحح الكمان اللي عملوا حزبه داخل عيطات بال 2012. دكتور كل مطر انحب بدها تحترق ليطلع أمينكم العام ويصحح الكمان اللي عملوا بقلب عيطات بال 2012. وغير هيك ما عادش بدي صور بقلب عيطات، لا نصر الله ولا الإمام الخميني الدكتور.